أعوذ أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. تتنزل عليهم الملائكة ألا تخافوا ولا تحزنوا ألا نزلا من غفور رحيم إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا تتنزل عليهم الملائكة
تتنزل عليهم الملائكة ألا تخافوا ولا تحزنوا وابشروا بالجنة التي كنتم توعدون نحن ولكم فيها ما تشتهي أنفسكم ولكم فيها ما تدعون نزولا من غفور رحيم ومن أحسن قولا وعمل صالحا وقال إنني من المسلمين ولا تستوي الحسنة ولا السيئة تدفع بالتي هي أحسن فإذا الذي بينك وبينه عداوة كأنه ولي حميم وما يلقاها إلا الذين صبروا الله 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 الله
وما يلقاها إلا ذو حظ عظيم. الله أكبر يا حاج، إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا تتنزل عليهم الملائكة تتنزل عليهم الملائكة ألا تخافوا ولا تحزنوا وأبشروا بالجنة التي كنتم توعدون نحن أولياؤكم. نحن أولياؤكم في الحياة الدنيا وفي الآخرة. الله أكبر الله أكبر الله أكبر يا حاج. ولكم فيها ما تشتهي أنفسكم ولكم فيها ما تدعون. نزلا من غفور رحيم. ومن أحسن قولا وعمل صالحا وقال إنني من المسلمين. ولا تستوي الحسنة ولا السيئة تدفع بالتي
الحسن. ادفع بالتي هي أحسن فإذا الذي بينك وبينه عداوة كأنه ولي حميم. وما فإن استكبروا فالذين عند ربك يسبحون له بالليل والنهار فالذين عند ربك يسبحون له بالليل والنهار وهم لا يسمون.
ومن آياته الليل والنهار والشمس والقمر لا تسجدوا للشمس ولا للقمر واسجدوا لله الذي خلقهن واسجدوا لله الذي خلقهن إن كنتم إياه تعبدون فإن استكبروا فالذين عند ربك يسبحون له بالليل والنهار فالذين عند ربك يسبحون له بالليل والنهار وهم لا يسأمون ومن آياته أنك ترى الأرض خاشعة ومن آياته أنك ترى الأرض خاشعة اهتزت وربت
بسم الله الرحمن
ليلة القدر خير من ألف شهر تنزل الملائكة والروح فيها تنزل الملائكة والروح فيها بإذن ربهم من كل أمر سلام هي مطلع الفجر. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم ملك يوم الدين إياك نعبد إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين صدق الله العظيم.